متعب الاقتصاد متعب هذا. ومرهق، لأنه السنة كانت مليئة بالنقاشات الاقتصادية، بعضها كان علمي وجاد، بعضها كان شعبوي للأسف الشديد. وفي غياب البدائل يبقى هاجس الاقتصاد يسيطر على الساحة الجزائرية، وسيكون الحدث الأبرز في 2016. وتعرف باللي الاقتصاد يروح حتى القطاعات أخرى، الثقافة الآن راح نحكو على التقشف وعلى المهرجانات وعلى الفعل الثقافي، يعني الاقتصاد دخل في حياتنا في كل القطاعات. نعم، وعندما نتكلم عن الثقافة قادة، لا نجد يعني عموما أحسن من إبراهيم صديقي الإعلامي والشاعر للحديث وتقييم الثقافة الجزائرية. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. مرحبا بك أستاذ إبراهيم صديقي. قبل أن نخوض في الثقافة بكل حيثيتها، نتابع هذا الفيتيار فيها تحليل للواقع الثقافي ثم نعود من جديد. قبل أن نخوض في الحديث عن الحصاد الثقافي فقط قد نتابع الشخصيات الثقافية المرشحة للتصويت اليوم ثم نعود من جديد. مجددا مشاهدينا الأعزاء، الحصاد الثقافي مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم صديقي الشاعر أولا وأخيرا وزميل إعلامي، ثم المناصب تتغير، مدير مهرجان وهران للفيلم العربي. أستاذ صديقي مساء الخير وشكرا لقبولك المشاركة معنا. يعني كثرت التظاهرات الثقافية وتنوع الفعل الثقافي على مدار سنة واحدة، هل هو فعل يطمئن على أن الثقافة بخير في الجزائر، أم أننا نحتاج ربما إلى أن نبتعد عن التمييع ونرسم فعل ثقافي بشكل يسير على أن يكون مؤثر في المجتمع؟ بطبيعة الحال لما يكون نشاط كثير، نشاط ثقافي كثير، بداية نصف الظاهرة بأكملها بالظاهرة الصحية، بطبيعة كاين نشاط ثقافي في المجتمع، ثم حين نأتي إلى التمحيص في هذا النشاط الثقافي نصنف، هناك الفعل الثقافي وهناك النشاط الثقافي، وإن سمحت لي هناك التنشيط الثقافي لانيماسيون. فالتصنيفات هذه علينا أن نركز على الفعل الثقافي في كل مستويات الإنتاج الثقافي، ولكن لا بأس أن تحوم بعض الشوائب نتخلص منها بهدوء، لأن الثقافة ترتبط أيضا بعادات وبتقاليد وبعقلية معينة وبنفسية وبمزاج وبميل وما إلى ذلك من ظواهر صح. إنسانية محضة. فإذا أردت أن تتخلص فعليك أن تعتمد على المدرسة أولا، لأنها من شأنها أن تنتج لك الأجيال القابلة للتخلص، ثم بهدوء كما قلت عجبني وصفك نرسمي هذا العملية النحتية الجميلة في الثقافة. لكن عموما أن يكون نشاط ثقافي كثير على شوائبه أحسن من أن صحيح. يميل إلى الانعدام. إذا طلبنا منك إبراهيم أن تلخص لنا 2015 ثقافيا باختصار، كيف تصف لنا هي ذلك؟ هي سنة أصفى، هي سنة ثقافية أصفى من حيث أجواؤها، هي أصفى. الثقافة أيضا موجودة في وسائل الإعلام، الثقافة يعني فرضت نفسها في سنة 2015 انتعاش الأقسام الثقافية إذا صحيح. سمحتوا لي انتعشت، لأن النشاط موجود كثير بفعل كذلك القنوات الخاصة. القنوات صح. نعم، والجرائد ما قدروش يلحقوا جميع النشاطات، حتى أحيانا ما قدروش يلحقوا. شيء ثاني، الأستاذ عز الدين ميهوبي وزير الثقافة رجل يتواصل مع وسائل الإعلام كثيرا، وهذه فيها نقطة تحسب له، لأن التواصل مع وسائل الإعلام مهما كان هو مفيد بالنهاية. صحيح. الشيء الآخر الإيجابي اللي نحسبه الثقافة الجزائرية، وهو أن تلمع الأسماء الجزائرية خارج الجزائر في شتى الأصناف الثقافية، جوائز كثيرة في السينما وفي الأدب كما لاحظتوا،
يعني كاين حضور جزائري في الخارج عربيا ودوليا وباللغتين العربية صحيح. والفرنسية. و2015 هي قسنطينة العنوان البارز عاصمة الثقافة عاصمة. العربية. أنت قلت كلمة بأن نحاول أن نتخلص أو أن نقلل من المزاجية. تعرف اللي قسنطينة بدأت بمزاجية بعض المثقفين وبعض الفنانين على أساس أنهم مهمشون محقورون صح. مغيبون ضع الصفة التي تشاء. مع امتداد النشاطات هل نستطيع القول بأننا نجحنا في التقليل من غضب هؤلاء وبعث نشاط ثقافي يستطيع أن يشرك الجميع، أم أن ما زالت يعني الحالة على نفسها ونشاط بعد نشاط يزداد عدد الغاضبين؟ بداية أنا طلعت مع الأصدقاء في قسنطينة على مجمل ما تم في قسنطينة من نشاط ثقافي. لما تشوف الجهد المبذول هو جهد كبير حقيقة، يعني الأسابيع الثقافية مختلف النشاطات في مختلف الميادين الثقافية وما إلى ذلك. ولكن هناك مشكل، يبدو لي أن المشكل الأول هو المشكل في التواصل مع الإعلام، كيف نسوق لهذه المجهودات ولقسنطينة وما إلى ذلك. هذا المشكل رقم واحد. اثنين، من حيث امتصاص بعض الغضب هنا وهناك، أنا معك كان فيه شوية تشنج، ولكن بدأ شيء من الارتياح يبدو عند الناس، حتى هناك المبدعين هناك يشاركوا في كل مرة وحاضرين. المرة هذه أنا كنت في مهرجان الفيلم العربي المتوج، يعني المبدعين في قسنطينة كانوا هما محور المهرجان سواء في التنظيم أو من حيث المشاركة على الخشبة وما إلى ذلك أو في التنشيط أيضا. لكن الأحكام المطلقة أصبحت ظاهرة كبيرة عندنا، نطلق أحكام مطلقة في كل شيء ولا نراعي العقلانية في بعض من الأوصاف ولا نراعي مجهودات الناس التي بذلت برغم كل شيء. طيب فاكهة الريداكسيون، فاكهة الريداكسيون قبل قليل كان رائعا في عرضه، أهنئه. يتحدث على مرزاق علواش مثلا ويقول عاشق إسرائيل، لا مغرم بإسرائيل، هو ما كانش مغرم. هذه هفوة، لا ما عليش يا ولكن عند الرأي العام نحن على المباشر هكذا، مو هناك من يفهم أن الرجل هذا صح. هو قال هاي هو التعبير مجازي، هي خفة روح، هي تعبير مجازي هو معروف، ولكن فيها روح تروح. يعني أحيانا علينا أن ولو أنه هذه تتواصل حتى مرزق علواش لا يتواصل بشكل جيد مع وسائل الإعلام، وإقصائي واستئصالي وفيه في بزاف أمور سلبية، حتى هذه أحكام شيء مطلقة. يعني لا مش مطلقة نقول. لأنه تاع ممارسة وشخص يعني أي. معروف بأنه ما يتواصلش مع الناس، لكن هو الفعل اللي صار هو أنه فيلم مرزاق علواش شارك في إسرائيل صح في حيفا في مهرجان في شارك، ولكنه استقبل على البساط الأحمر في عنابة. كيفاش هل هنا تم الفصل؟ هل يشارك فيلم؟ أن يشارك فيلم هل هي حرية شخصية؟ هل حرية شخصية؟ هو عامل شخصي معزول، ولا يلزم المجتمع الجزائري في شيء ولا الدولة الجزائرية. ولكن أنت تعرف إبراهيم أن القضية الفلسطينية قضية جوهرية لدى الجزائريين، بطبيعة الحال يعني الجزائري هو جزائري خلط في كل شيء إلا في القضية الفلسطينية. ولكن أنا قرأت له في بعض وسائل الإعلام وشفت له تصريحات، الرجل لا يتبنى ميلا لإسرائيل ولا شيء ولا دار سياسة ولا قال هذا الكلام. فيه فيلم شارك لمرزاق علواش، فعل فرداني يمثله، واحيانا حتى في الافلام احيانا حتى ما نتحكموش فيها مليح، كي تكون لا كوبرودكسيون يكون الانتاج مشترك. اصوات فيها مشاكل يعني. نعم. طيب ابراهيم، التقشف مس كل القطاعات دون استثناء، هو مسها كامل، ولكن في الحديث تحدث دائما عن قطاع الثقافه. نعم. لانه الثقافه لازم لها امكانيات اجتماعيه تقليديه انها كيف نرى الثقافه. نعم. في 2016 والثقافه تتطلب امكانيات، انت تشوف فيلم بسيط يعني يتطلب ملايين الملايين. الدولة الجزائرية دينارات. دعمت وتدعم كيف نتعامل ثقافيا في 2016 في زمن التقشف؟ هو إشكال يعني الثقافة، إذا كانت الدولة تحرص على الخدمة العمومية، الثقافة العمومية، يعني الدولة هي التي تنتج الثقافة في محورها العمومي، يعني هذا والمفصلي مهم جدا، فعليها أن توصل ذلك. ما عندناش حل واحد آخر، على الدولة أن تواصل تشجيع إنتاج الثقافة. أما
فيما يتعلق بالميادين الثقافية التي يمكن للدولة أن تنسحب منها، فعلى الأمر هنا أن يكون بجرعات وبهدوء، بهدوء يمكن للدولة أن تنسحب، ولكن مع ابتكار البدائل والتسهيل القطاع. هناك أسئلة كثيرة تطرحنا، هل ستكون لدينا سينما في 2016؟ مثل كل الناس تشوف يعني جيراننا فقط في المغرب او تونس عندهم فضاءات للسينما يعني. احنا اعاده تطبيع العلاقه بين الجمهور والشاشه الكبيره هذا عمل يجب ان نقوم به جميعا، وليس السينمائيون فقط المعنيين بهذا العمل، لانه عمل مجتمعي ثقافي مجتمعي. صحيح هذا صحيح. استرجاع قاعات السينما نكاد لا نفهم احيانا كيف لقاعه سينما ان تكون تابعه لبلديه مثلا، علينا أن نفصل في هذا الأمر وبسرعة، وغير مفهوم نعيد على قصة. غير مفهوم، مفهوم قاعة السينما، مفهوم قاعة السينما في حد ذاته تغير إلى الأسوأ الآن كما تلاحظون عندنا، علينا أن نعيد له بريقه العائلي والثقافي والشكلي والنخبوي أحيانا في صح. فلازم فيه شغل، المدرسة عليها أيضا أن تلعب دورها. وبعيدا عن أمكنة العرض أو قاعة السينما، إذا شفنا أو درنا قراءة في نوعية النص السينمائي أو السينما التي عايشناها في 2015، هناك سينما متمردة تصنع جدلا إعلاميا، تحرك بعض، تكسر بعض الطابوهات على غرار الياس سالم وما يفعله مرزاق علواش وما يفعله، وهنالك سينما يبدو بأنها تحظى في 2015 وقبلها، ويبدو أيضا سينما تمجد الثورة و تحت هذا الشعار تمجيد الثورة تصرف لها الملايير، ويقدم المخرجون على أنهم يعني أنا وحدي نضوي البلاد، تعرف مخرج واحد يخرج 5 شخصيات ثورية في عام واحد، كريم بالقاسم وكذا وغيره. نعم. وفي 2015 ما شفناش فيلم الأمير. صح. وني خايف نفوت 2016 وما نشوفش فيلم الأمير. قلنا نجيبوا أمريكي ما سلكناش، نجيبوا السوريين هم حبابنا، والفنانين ونجوم دراما ساكنين عندنا بفضلك وبفضل الجزائر والسياسة هذه الحكيمة في أننا نحتضن هذا الفن السوري الجريح. بصح يا خويا يعاونونا نديروا فيلم الأمير بقدرات جزائرية. يبدو معلوماتي البسيطة يعني التي ألتقطها هنا وهناك أن فيلم الأمير إن شاء الله راح يكون، إن شاء الله يا ربي احكوا عليه العام الجاي بأنه نفذ، بأنه راح يكون. ولكن حتى الإنتاج أنت على الشخصيات الثورية، هذا الشيء يجب أن نثمنه، لأن الشهداء اللي تم التطرق إلى سيرتهم شيء جميل. لا هو جميل، كان ما يندرس درك ما يندرس يعني. صح صح. هذه واحدة. اثنين، الآن يبدو أن التوجه سيكون من الشخصيات إلى الأحداث التاريخية الثورية في أفلام، وتأكد أن القطاع الخاص على ما يبدو سيلعب دورا كبيرا في الإنتاج السينمائي الجزائري. يكفي أن يقتنع وأن يفهم أن للسينما مردودا مليح عليه. صح. مردودا إيجابيا عليه. يجب كذلك إبراهيم، لا أعرف إن كنت توافقني الرأي، أنه التوجه إلى الشهيدات، لماذا فقط صح. الرجال ولا امرأة في بالرغم من أنه الثورة ملاحظة في محلها يعني فيها عدد كبير جدا من المجاهدات والثوريات. نتمنى فعلا أن يلتفت لهذا. صح. ولو أنه فيها، سمعت أنه فيها مشروع على أول شهيدة جزائرية اسمها الجزائر، اسمها الجزائر أول شهيدة جزائرية، يبدو أن فيها مشروع لهذا الفيلم. طيب المهرجانات ليلى، لأنها نقطة مهمة، ونستغل أيضا أن الأستاذ صديقي مدير مهرجان، يعني قبل مهرجان القاهرة كان هنالك حديث في مصر عن تضامن الفنانين المصريين، يقولوا لهم علاه ما تجوش القاهرة مجانا وتروحوا لدبي وغيرها اللي خلصوا مليح ويعطوا استقبال فخم وغيرها. هل وجدت في 2015 التضامن الذي كنت تنتظره مع تسلمك لهذه الدورة الأولى في وهران؟ بطبع كانت المهمة صعبة جدا، ووهران كنا أمام تحدي كبير، لأننا استلمنا المهرجان متأخرين شوية، والتحضير لازم وقت كبير أولا. ثانيا وهران أنت كنت فاعل، صحفيين فاعلين، كنت نتابع تغطياتك لمهرجان وهران، تعرف أنه رعطينا 2014 ما درناش، ولم يكن من الجدية أن الواحد يقفز على موعد مثل هذا هكذا أحيانا بدون تبرير، أحيانا مقنع أو شيء، الناس انتظروه ولم يعد. الهدف من إنشاء مهرجان وهران منذ 2007 هي أن تكون وهران كان العرب، كان العرب، هذا هو الهدف اللي كان مسطر لوهران. لكن في 2015
احنا اعتمدنا على مصداقية بلادنا، على مصداقية الجزائر. يعني الدعوة لما تجيب من الجزائر احيانا الفنانين شيء يختلف، صح، خاصة الفنانين اللي تجاوزوا حد معين من اعمارهم، اللي يعرفوا مليح قيمة الجزائر التاريخية والثورة التاريخية. نعم. فلم تكن ترفض لنا دعوة تقريبا، الا الله غالب واحد مريض ولا يعتذر لسبب مرض. نعم. او شيء. وفي وهران مثلا لم يطلب منا احد ان ندفع له شيء من العرب، من اخواننا العرب اللي جاوا. هذه حقيقة، يعني شهادة حقيقة، ملاحظة مهمة. وحاولنا أيضا أن نسوق لوهران، وهذا من حقنا بطبيعة الحال عبر مختلف وسائل الإعلام الجزائرية التي رافقتنا بقوة رغم انتقاداتها. كثير من الأجانب انبهروا بوهران، صحيح، انبهروا بهذه المدينة الجميلة. سعدنا كثيرا أننا في الصيف مثلا كان خلاص مهرجان وهران، وبقينا شهور وإحنا في القنوات العربية وهران. نعم. في حلقات وحصص. نعم. وهذا أسعدنا كثيرا. نعم. إبراهيم، هل أنت متفائل؟ جدا، ثقافيا في 2016 جدا ان شاء الله خير. الجزائريون 2016 باذن الله سيعيشون محفلا ثقافيا كبيرا، اكثر عقلانيه، مع أكثر مع فرجة. مع وجود التقشف، نعم، ترشيد النفقات اللي تحدثوا عليه على مستوى الثقافه. ما دامت الدوله الجزائريه ملتزمه بواجبها العمومي فيما يتعلق بالثقافه، فلا خوف على المحاور الكبرى اللي للثقافة، ولكن علينا أن نعكس مردودية الجهد الثقافي. مثلا في طبع الكتب، أنا لو كنت تشوفوا الأرقام تاع الكتب، أرقام هائلة طبعت في الجزائر، لكن هل هي تقرأ في الجزائر؟ صحيح، هل هي تقرأ؟ لازم تقرأ على الأقل في الجزائر. نحن نحلم بالتصدير بطبيعة الحال، وأن يقرأنا الآخر، ولكن علينا نقرأ في الجزائري أيضا. ينبغي أيضا أن نوجه تحية، ولو أنه كان التقرير تضمنها، إلى الأدباء والكتاب، إلى حلم مستغانمي التي كرمت في أكثر من محفل أخر، طبعا إسلام الجزائري، إلى وسيني الأعرج الذي يسجل حضوراً تميزا كبيرا، أمين زاوي الذي يكتب بغزارة وبمقاومة، صحيح، إلى الكتاب الجدد، يعني أنا لا أريد أن أسميهم شباب، ولكنهم كل الذين رحلوا أيضا، أسماء كبيرة تألقت. تحية إلى روح من غادرنا ومن في 2015، نحكي عنهم في محطة خاصة فيما بعد. شكرا لك إبراهيم صديقي، ابقى معنا حتى تعلق على نتيجة الاستفتاء المتعلق بشخصية العام الثقافية 2015، ونشوف النتيجة مع بعض ومع الزملاء، بين المخرج مرزاق علواش، زبير بلحور، وسهيلة معلم المشاركة في عرب كاستينج، والمغنية والمطربة سعادة ماسي. الجمهور التي أدخلت اللغة العربية الفصحى في المتنبي. دخلت المتنبي. الجمهور اختار زبير بلحور وسهيلة معلم الممثلان، هنيئاً لهما. نسبة 60%، يعني نسبة معتبرة. زبير بلحور، وكان البرنامج عرض على الشروق العامة، برنامج عرب كاستينج، ولأول مرة ربما، وكانت أيضاً منشد الشارقة، حتى هؤلاء الشباب يشاركون بقوة. تعليق بسيط، تعليقك إبراهيم حول النتيجة هذه. النتيجة منطقية، سي لا توندونس تقريبا هي، وأظن أن فئة الشباب هي التي صوتت بقوة عليهم. نتمنى لهم التوفيق بطبيعة الحال، وهذه بشارة خير احنا داخلين. نعم. 2016. شكرا، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا، عام سعيد. وعام سعيد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. الجزائريين نعم. فاصل مشاهدينا الكرام، ثم نعود لنواصل هذا الحصاد، ابقوا معنا.